ذم الهوى، وصلنا في ذم الهوى، ذم الكلام والهوى، ذم الكلام الهروي. قال وما زلنا ما زلنا على تحريف القرآن، وأن من كفر بآية كفر بكل القرآن، من جحد بآية جحد بكل القرآن. قال أخبرنا أحمد محمد أبو الطاهر، ثم ذكر بسند إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال إنك إن بقيت فسترى القرآن على ثلاث أصناف: صنف لله، وصنف للدنيا، وصنف للجدال. أعوذ بالله من غضب الله. أصناف الناس في ذلك، علي بن أبي طالب يقسم أصناف الناس كأنه قال أقسام الناس ثلاثة: صنف يعني سترى القرآن ثلاثة، صنف لله، صنف يقرأ الله قربة الله جل في علاه، وليس أحد تعبد بأفضل من أن يتعبد الله بأفضل مما خرج منه. والقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقرأوا القرآن فإنكم بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم وميم حرف. وقراءة القرآن فيها طهارة الجنان، وفيها القرب من الرحمن، وفيها أيضا الارتفاع إلى أعالي الجنان. اقرأ وارتقي، فإن منزلتك مع كل آية كنت تقرأها في الدنيا. وأهل القرآن خاصة الله، قد تغفر لهم ما لا تغفر لغيرهم، لأنهم خاصة الله، الله ما أهلهم لذلك إلا لهم في الخير. لكن لا يكونون هزنا كهز الشعر، أو يكونون كالذين يحملون أسفارا كالحمار يحمل أسفارا. فأهل القرآن حقا والذين يتلونه وحق تلاوته، يحفظون حروفه ويعملون بحدوده، يقومون به آناء الليل وأنا النهار. قال إنك إن بقيت فسترى القرآن على ثلاث أصناف: صنف لله، طيب، وصنف للدنيا. أما هذا صنف لله لا يأكل بالقرآن، يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن لا تغلو فيه ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به. وأيضا هم يعملون يحفظون حروفه ويعملون بحدوده، كما كان عمر الخطاب حفظ البقرة في 8 سنوات. هذا لأنه كان كل آية يقف عندها ويعمل بها، وكذلك ابن عمر حفظها في 6 أو 7 سنوات. وصنف للدنيا، الصنف الدنيا كما علم ابن طالب بخذلك، وصنف الدنيا الذين باعوا أكلوا بثمنه ثمن بخسا طرام معدودة، هم الذين جعلوه خلفهم ظهريا واشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء الذين أرادوا المنازل، أرادوا الوجهات، أرادوا السلطان، أرادوا المال، كالذين يقرؤون ويأخذون الأجر على القراءة، كالذين يعلمون أيضا وهم في غنى فيأخذون على التعليم أجرة. هذا حرام أيضا إن كان مستغنيا، الكلام واضح، إن كان مستغنيا. كالذين يحكمون بخلافه وهم يحفظونه، يطبقون غيره وهم يعلمون أنه لا فلاح ولا سداد ولا رشاد إلا به. وصنف الجدال، هؤلاء الذين يتعلمون علم المراء، يتعلمون الممارات العلماء، مجارات السفهاء. فهؤلاء الذين يجادلون بكتاب الله جل في علاه، الذين سمى الله جل في علاه. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فصنف الثالث هو صنف أيضا للجدال. وقال مصنف أخبرنا يحيى بن عمار وعلي بن الضارب، قال أنبأنا حامد بن محمد، ثم بلغ بسندي إلى حذيفة بن اليمان، قال حدثنا قالوا حدثنا يا أبا سالم بن كهيل، قال حدثنا يا أبا عبد الله، قالوا حدثتكم أنكم تحرفون كتاب ربكم صدقتموني، إن ذلكم كذلكم، يعني سيقع فيكم ذلك. لو حدثتكم أنكم تحرفون كتاب الله كتاب ربكم صدقتموني، إن ذلكم كذلكم. فتعجب أصحاب حذيفة، وحذيفة يقصد بذلك أنكم ستحرفون الكلمة عن مواضعه بالتأويل، تأويل اللفظ اللي هو التحريف المعنوي وليس التحريف اللفظ. لا يستطيع أحد أن يحرف اللفظ بحال من الأحوال، ما يستطيع، لا يستطيع تحريف اللفظ، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا خلاف ما قاله وزعمه الروافض الخبثاء، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالتحريف هنا تحريف المعنى، وهو التأويل البارد، التأويل على غير رؤية، التأويل على غير علم، التأويل على غير علم، كالباطنية الذين يؤولون الكتاب ويجعلون الكتاب ظاهر وباطن، كالصوفية المتقاعرة في كتاب الله جل في علاه، الذين يأتون بكفريات كأنهم يكذبون الله جل في علاه ويهوون أنفسهم. يعني لما يفسر قوله تعالى إن الله ما يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون استغفر الله استغفر الله، يقولون كذا على زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الكلاب، هؤلاء الأخباث الأنجاس الذين كفروا بالله وبرسوله،
هؤلاء الذين يتزعمون الناس على أنهم من أهل الإسلام وهم أهل كفر كفران وخسران، وما استعمل الصليبيون أحدا مثل ما استعمل الروافض، وأيضا التتر هلاكوا ما استعمل أحد مثل ما استعمل الروافض. فهؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، لكن الروافض حرفوه لفظا ومعنى. لكن حذيفة يتكلم مع سلمة ويتكلم مع موسى بن قيس الحضرمي، قال لو حدثتكم أنكم تحرفون الكتاب لا تصدقتموني، إن ذلكم كذلك، أنتم ستفعلون ذلك. وكيف كأنهم يقولون وكيف ذلك، يقولون من أجل أن أقول إخوتي الكرام. فلذلك جزم حذيفة بأنه سيحدث بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهو صرف اللفظ عن ظاهره سموه تأويلا وليس تأويل بل هو تحريف. ثم قال أخبارنا محمد حدثنا أحمد بن عبد الله ابن أبان محمد إلى أن قال عن أبي قلابة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يذهب من الناس العلم. يا رب يا رب، أهو أترى اللي احنا فيه الوقت، هم جراع يراجعون العلماء على ضعف على جهل ما فيهم خير. أول ما يذهب من الناس العلم، قالوا يا رسول الله أيذهب القرآن؟ قال يذهب الذي يعلمونه ويبقى قوم لا يعلمونه فيتأولونه على أهوائهم. يا ربي يا ربي يا ربي على هذا يا ربي، من كان السنة ضعيف لكن المسألة عظيمة. أبو قلابة ثقة إلا أنه كثير الرسالة ورواية عنه السلام مرسلة. أقول إخوتي الكرام أول ما يذهب من الناس العلم، فذهبوا العلم ضيع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العلم ويظهر الجهل، وهذا أول قيام الساعة، وأن الله يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقدر العلماء حتى إذا لم يبقى عالم ولم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فضلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا. ويقبض قوم لا يعلمون ما عندهمش علم، يذهب الذي يعلمون يقبضهم الله جل في علاه. أدعو لي أحمد بن القيه جزاك الله خيرا يا سلام. ويبقى قوم لا يعلمون فيتأولونه على أهوائهم، يعني يتأولون القرآن على أهوائهم. الفوائد المستنبطة إن شاء الله نزيد شرحا في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة أصحاب الأهواء في خسران، تحريف القرآن تحريف لفظ كالرافضة وتحريف معنى كالذين يتكلمون بغير علم. الخطر على الأمة داهم بفقدان العلماء. الله يثبتنا رب الحق سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.